طب العملية دي بتستغرق قد ايه يا دكتور وقتها؟ والله يا فندم، هو الحقيقه مدتها بسيطه جدا. العيان بيدخل عندنا وبيبدا ان هو ياخد منوم، المنوم دوت بياخده في كانيولا في الوريد، وبيبدا ان هو ينام كانه نايم في البيت بالظبط. المده من اولها لاخرها بنتكلم من حوالي 7 دقائق ل 10 دقائق تقريبا. بنكون ركبنا البالونه وعملنا المنظار. احنا الاول بنعمل منظار استكشافي، بنتاكد ان المعده كويسه وما فيهاش اي مشاكل، وبعدين بنخرج بنحط البالونه، وبعدين بدخل بالمنظار وراها عشان اتاكد انه البالونه في مكانها وكل حاجه سليمه. القصه دي كلها بنتكلم في حوالي 10 دقائق. 10 دقائق.